اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده يوم المغازي، يعني اكله سمك. ممكن تكون اكله بيتي من المطبخ المصري، من المطبخ العالمي، من المطبخ العربي. احنا عندنا المأكولات اللي هي السي فود، اذا كان سمك بوري ولا بولتي اللي بنصدره للعالم كله. احنا هنعمل النهارده البوري صياديه. وليه سموه بوري صياديه او صينيه صياديه مع البطاطس؟ لان دي اكله الصياد طبعا على المركب بتاعه. هو يملك البصل والثوم والطماطم، فكل ده مع بعضه في قلب الحله، عشان كده سموها صياديه. هنعمله النهارده على طريقتي، هتعجبكم ان شاء الله. وانا هدخل معاها البطاطس. انا بقى من عشاق البطاطس اللي هي بتجور السمك، ومن جور السعيد يسعد. معانا النهارده جمبري لحم. هنعمل النهارده الكفته البورسعيديه. اخواننا بورسعيد الابطال، الستات طبعا الطيبين والامهات، بوجه لهم تحيه كبيره من مزبيرو، كل سنه وانتم طيبين، وامهات الابطال وامهات الشهداء، وكمان رجاله بورسعيد. هنعمل النهارده الكفته على طريقتكم، وشوفوني صح ولا غلط، وتواصلوا معايا من خلال شاشه القناه الاولى. هشوف اعملها النهارده مع بعض ازاي. ولها تركايه اللي هي الرز المطحون، يعني هي قريبه كفته الرز او كفته اللحمه الجملي، بنت عمها يعني، نفس المدرسه. هنعملها مع بعض النهارده. معانا عدل الاكل بتاعنا ده شويه رز مفلفل. الرز المفلفل مع المغازي له طعم تاني، الحبهان وورق اللورا والقرنفل، الحاجات الجميله الحلوه اللي بتدي طعم، لازم ان احنا نتعامل معاها بحساسيه شويه، لان نسبه تسويه الرز بتاخد وقت قليل جدا، فعشان اخد الفليفر ده صعب. فشوفونا هعمل ايه النهارده. الرز المفلفل على طريقتي، بزيت الزيتون او بزيت اي نوع من الزيوت، مفيش اي مشكله، هيعجبكم ان شاء الله. وهو عدل اكله السمك. الطبيعي على السفره بيكون في عصير او مشروب يساعد على الهضم، احنا الاطفال بنحبه، الشباب الطبيعي. انا هعمل النهارده عصير فريش، عصير الكنتالوب بالنعناع. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. هيتضاف له ليمون ونعناع، واحنا طبعا عارفين كلنا الليمون مع النعناع بيساعد على الهضم. حلقات النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه. هنخترق المطبخ البورسعيدي ونعمل الكفته البورسعيديه اللي هي كفته الجمبري. وعايز اتصالات من بورسعيد كتير على شاشه القناه الاولى، علشان نشوف الشيف شغال صح ولا غلط. ومفيش مشكله لما نتناقش مع بعض ونسمع وصفه لطريقه عمل الكفته الجمبري البورسعيديه من ست مصريه اصيله من بورسعيد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وحلقة السمك معانا النهارده مشترياتنا كالآتي. بنروح هنعمل عدد أفراد الأسرة كام؟ ما خلي بالك ممكن السمك سعره غالي شوية، ولكن أنت كمان تكون حريصة وأنت بتشتري السمك على عدد أفراد الأسرة بتجيب الكمية بتاعتك. إحنا معانا النهارده تقريبًا كيلو ونص من البوري. جايب وزن السمكة تقريبًا نص كيلو، بننضفها ونشوف شكلها كده. بعد ما اتنضفت بنشيل عرق الزفارة من جوه من السلسلة بالشوكة أو بسن الشوكة، لازم يتشال، لأن مهما تحشي السمكة من كرفس وتوابل وبهارات، طالما فيها عرق الزفارة اللي بيبقى في سلسلة السمكة من جوه، السمك هيبقى زفر. ملوش دعوة بقى إذا كان طازة ولا مش طازة ولا أيا كان المصدر بتاعه، لازم نشيل عرق الزفارة من سلسلة السمكة. معايا فرسان التلفزيون المصري، صباح الفل، صباح السعادة. نجي أيوه ده أهو زي الفل. سمكية تقريبا وزنها نص كيلو، بتتنضف زيت وليمون، نشيل الصدفة كده وبتبقى معانا زي الفل بالشكل ده كده، تمام. طيب معايا حلة على النار بتغلي، حاطط فيها بوكيه جرنيه. ترجمة بوكيه جرنيه يعني جزر، كرفس، بصل، ثوم، شوية حبات، يعني بنمسك المية كده نديها شخصية عشان تبقى شوربة حلوة معانا. حلو الكلام. هستفيد من الشوربة دي في ايه يا شيف؟ هعمل منها الرز المفلفل، وهعمل منها الصياديه بتاعت السمك البوري، الحاجتين. فهضرب عصفورين بحجر، فدي لازم تكون معايا بتغلي. هنشوف نشتغل مع بعض ازاي. حلو الكلام. انا بقول لك ليه كده، عشان انا عايزك لما تقف في المطبخ وتعملي اكله سمك، احنا واخدين فكره عن اكله السمك المطبخ بيتقلب فوق تحت، ويبقى احنا المطبخ زفر، واللي داخل طالع على العماره شامم ريحه سمك، والجو ده كله. انا هشيل هنا راس السمكه كده بالطريقه دي كده اهو زي الفل، واحطها فين يا عم الشيف؟ في قلب الحل. شوفك معايا اهو، استفيد بالشوربه بتاعتها تاني. هتقول لي يا شيف مغازي البوري ما بيطلعش شوربه؟ لا بالعكس، البوري بتاعنا بتاع خير مزارعنا فيه نسبه دهون عاليه جدا على فكره، ما بين الجلده ما بين اللحم، وبتبقى طبعا لطيفه وحلوه، ولو اكلناه رده بيبقى طعمه اجمل واجمل. اهو شفت انا بعمل ايه؟ اهو باخد راس السمك واحطه فين؟ في الحله اللي فيها بوكيه جرنيه.
من الجزر والكرفس والبصل والثوم شويه حبهان اهو. هتقولي لي انت كده مسكت السمكه قلت من شكلها ومن قيمتها؟ لا 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 خالص، ما هي الراس دي اتشالت الخياشيم محدش هياكلها، فخلونا نستفيد بالشوربه بتاعتها اهو، على الاقل لما اعمل شويه رز فيهم طعم الايه السمك اهو. طب لو انا هعمله بولتي يا مغازي بنفس الطريقه؟ اه حلوه، وسكينتك تكون حاميه علشان الانسجه بتاعه السمك ما بتتحملش كده. انا قطعت السمك كله بالشكل ده كده، نجيب بوله صغيره زي دي كده ونقطع السمك فيها، سكينتنا حاميه دي هتتقطع على ثلاثه. اه هقول لك على حاجه حلوه، وانت بتقطعي السمك بتيجي عند السلسله بتضربي بكف ايدك كده تتقطع معاك تاني مع بعض. اه واحده واحده كده علشان النقطه دي مهمه جدا. اه بتقطعي بولتي او بوري او اي نوع سمك لازم السكينه بتاعتك تكون حاميه وما تمشيهاش على ظهر السمكه كتير. اه بالشكل ده كده اه، واجي هنا اه هي دي القطعه ونحطها هنا تاني. اه حلو نفس القصه. اه لازم تقطعه يا شيف. والله انا بقطعه ليه؟ عشان يبقى منبات، نعزم الجيران، نعزم الحبايب، صلة الرحم مهمة جدا، حماتك جاية تزورك عجبها أكلة السمك دي، إيه المشكلة لما تاخد معاها شوية وهي رايحة على البيت تقول والله مرات ابني النهاردة عجبتني وعملت سمك بوري على طريقة المغازي كانت لطيفة وحلوة. أهو نشيل الديل ده مش عايزينه بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. أهو ونفس القصة هنا. أهو عشان الأطفال لما ياكلوا الديل ده يروح على الشوربة. أهو 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 زي الفل. أهو نفس القصة. اه الخبطة دي مهمة جدا. اه بتعمل ايه السكينة هنا؟ أساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، لو أنا مشيت السكينة على السلسلة بتاعة السمكة من هنا للصبح مش هتقطعها، فمهم جدا وأنا باجي اه هي الحركة دي مهمة جدا. اه زي الفل، السمك هنا جاهز، أشيل ده كده الفلفل ده كده أخليه برضو نقطعه كده هنا اه بالشكل ده كده اه ونحطه على السمك. حلو قوي يا عم الشيف زي الفل، تسلم ايدك. هنحطها هنا وناخد من التوابل بتاعتنا شويه ثوم. حلو قوي، معلقه دقيق صغيره اهي. حلو قوي، بهاراتنا يا عم الشيف ملح وفلفل وكمون وكزبره بس. اه ملح وفلفل وكمون وكزبره. ليه حطيت دي يا عم غازي؟ هو ده الكلام، اثبت بيها التوابل في جسم السمكه، دي مهمه جدا على فكره، وهتعمل كفر للحم السمكه. اه ونقلب دول مع بعض زي الفل. طيب انا لغايه دلوقتي كده زي الفل، تبلت السمك وعندي جاهز. دي خطوه، الخطوه الثانيه نجهز الصياديه بتاعه الصينيه دي. حل على النار، بنستخدم ماده دهنيه، شويه زيت زيتون مع معلقه زبده. اه واحنا واحده واحده كده اهو نجهز له بقى الايه الصياديه بتاعتنا، زيت زيتون معاهم معلقه زبده ومعانا بصله. حلو اهو. هتقول لي يا ابو غازي وانت هتقطع البصل مكان السمك؟ اه ايه المشكله طالما هيخش النار مفيش مشكله، ولكن انا هغير البلانشه مع حضراتكم حالا دلوقتي وهوريك ازاي تتعاملوا وانت في المطبخ، عشان الحاجات الصغيره دي بتفرق في المطبخ. اه ممكن تستخدم السكينه نفسها. اه وده مهم جدا لما تقف في المطبخ تقف رايقه كده لانك بتتفرجي على الشيف المغازي. اه نقلب البلانشه دي كده زي الفل، ومعانا بصل اهوت يتقطع كريات صغيره كده زي الفل، ممكن جوانح او شرايح او سلايز للمصطلحات الطهويه. اهو جاي علينا الشهر الكريم، كل سنه وانت طيب يا عم احمد، ان شاء الله باذن الله تعالى متعودين دايما من القناه الاولى وشاشه القناه الاولى التلفزيون المصري باذن الله لنا مفاجآت في الشهر الكريم. احنا دلوقتي بنحضر له من دلوقتي مع فريق عمل قوي جدا ومركز جهده كله 24 على 24 اجتماعات واراء واخذ اراء، لان الاجتماع بينكم شورى او الامر بينكم شورى عشان نطلع بصوره جميله وبشكل جميل في شهر رمضان ان شاء الله. اطمئن يا عم احمد، بصل على النار حلو قوي، والبصل ده ياخد لون، ادي له لون ازاي وانا شغال معاكم واحده واحده. اه بصل بيتحمر في زبده في زيت على نار شديده الصياديه بتاعتي اهو،
عينك هتوجعك، تقومي تعملي ايه؟ تحط البهارات اللي بتمنع الدموع بتاعه العين، شويه فلفل، شويه زعتر حلوين، زي الفل. حتى كمان البصلايه تاخد من نفس البهارات، وانا شغال اهو. اللهم صل على النبي. حلو، ما تكتريش بهارات كتيره بقى، عشان اقول لك على سر حلو قوي. لما تكتري بهارات كتير في السمك بالذات، الطعم هنا بيبقى طعم بهارات، طعم السمك بيهرب مننا، ما بنعرفوش اذا كان بوري، اروز، دينيس، وقار، هامور، وهكذا. فخلي بهاراتك معروفه، طعم الكمون معروف، طعم الكزبره معروف. يعني الاكله دي بريئه مثلا من الكبوبه الصيني اللي هو البهار الحلو، بريئه من الكاري، بريئه من الكركم، الحاجات اللي بتدي فليفر وطعم. طيب احنا كده بنروق الدنيا واحده واحده كده، لان انا يهمني النظافه اول باول في مطبخك. وارد جارتك بتصب عليكي فجاه، دخلت المطبخ عليكي، مفيش مشكله، لما كنت بعمل اكله سمك وبتفرج على الشيف المغازي ومطبخي نضيف ورايق زي الفل. احنا معانا جمبري لحم، هتشيل الجمبري ده نخليه على جنب عشان نبدا كمان نشتغل في كفته الجمبري من المطبخ البورسعيدي. جمبري لحم، استاذن فريق العمل على البصله ما تتحمر معانا وتتكرمل معانا، ناخد مقادير كفته الجمبري البورسعيديه. وتحيه كبيره لكل البورسعيديه وكل محافظات مصر. الجمبري ده هنفرم نصه بالسكينه ونصه ينطحن مع الرز. تاني يا شيف المعلومه دي، هنفرم نصه بالسكينه عشان الجمبري يبان في الكفته، والنص التاني يتفرم مع الرز والخضره بتاعتي. والمقادير على الشاشه. جمبري لحم، كمية الجمبري قد كمية الرز بالظبط، ورز مطحون معانا، اللهم صل على النبي. وخضرة المحشي كزبرة وشبت، ما تحطيش بقدونس، حلو الكلام. وتوم أساسي في الأكلة بتاعتي، وشطة دي أساسي طبعا في الأكلة بتاعتي، مهمة جدا. الجمبري معانا اهو زي الفل، التوم الطازة ده كده ينزل، شيش طاووق يفضل طبعا الفخاد تتسحب، لو عندك صدور مفيش مشكله، تتقطع مكعبات، فلفل الوان، بصل، كل ده تقطع مكعبات قد حبايه، قد قطعه الفراخ اللي بتقطعها بالظبط، سواء صدور سواء فخاد. حلو الكلام؟ وتتبليه بزبادي، عصير ليمون، زيت زيتون، ثوم، ملح وفلفل، ويا سلام لو شويه بهار حلو اللي هي الكبوبه الصيني، ده بياخد الطعم الشامي على طول. نسيبه في التتبيله نص ساعه في الثلاجه. ناخده نسيخه، واحدة فراخ، واحدة فلفل، واحدة بصل، قولي ورايا، واحدة فراخ، واحدة فلفل، وواحدة إيه؟ بصل. كل دول مع بعض في سياخ خشب، وبعدين يتشوى على الجريلا أو في الفرن زي ما أنت حابة. كرفس، كزبرة خضراء، مفيش كرفس حطي، دي الصيادية جاهزة، ملحها، توابلها، زي الفل. تاخد غلوة على النار، لسه ما خلصتش. فاكرين الشوربة اللي عندي؟ اللي انت قلت ازاي الشيف المغازي يحط روس البوري في قلب الشوربه؟ انا عندي شويه شوربه هنا بيتكلموا مصري، لان البوري هنا، البوري هنا من المزارع المصريه، فعشان كده الاكله دي بتتكلم مصري. اهو 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 هو ده السر. ونقلب كده، اللهم صل على النبي. جاهزه. اخد الصلصه دي يا عم الشيف، وتعالوا نطبق الاكله دي علشان مطلوب مننا نطلع فاصل. اللهم صل على النبي. فين البوري يا عم الشيف؟ ناخد شويه هنا كده، طبعا ده هيخش الفرن يستوي كله مع بعضه، خلي بالك. تاخديه زي ما هي كده، ما تحطيش بقى اي حاجه تانية خالص. انا عايز طعم الطماطم كده تبقى لها شخصيتها، طعم البصلايه الحلوه، كل ده من خير ارضنا. نمسك البوري يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. ونرص جنب بعض كده. مفيش راس هنا، مفيش راس هنا، الراس هنا في الشوربه. انا بحب بقى الحته اللحمه اللي بتجاور الديل، العصب بتاع السمك. لسه ما خلصتش. اشيل دي من هنا، اشيل دي من هنا. وانا شغال. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ افتح الفرن يا عم الشيف. درجه حراره الفرن عندي هنا 180، دي مش محتاجه اي حاجه، دخلها الفرن كده وما نغطيهاش. فين مكانها؟ دي مخرجنا الجميل يجاوب على السؤال ده، ولو جاوبت صح هتجيلك لغايه عندك في الكنترول. لا لا، ولا في النص، والله العظيم انا سامع هنا هيصه هيصه. في ارضيه الفرن. ليه يا ابو غازي في ارضيه الفرن؟ عندي بوري هنا،
عايز احتفظ بالسوائل بتاعته اللي موجوده جواه. لو حطيته في نار بارده او في فرن هادي هيتسيح وينزل الصوص وينزل البيون والجوس بتاع البوري جوه الصلصه. فانا عايز لما امسك حته السمكه كده الاقيها طريه وزي الفل ملبن. نطلع فاصل صغير ونرجع لاخواننا في البورسعيديه واهالي بورسعيد ورجاله بورسعيد وستات بورسعيد الناس الجدعان. هنعمل النهارده كفته الجمبري على الطريقه البورسعيديه، وتابعوا معايا وعايز اسمع اتصالات من حضراتكم وتعليقات، انا صح ولا غلط؟ اوعى تروحوا بعيد، تابعوا لي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، طبيعي تعمل لي سمك هيبقى فيه زفاره وفيه كركبه في المطبخ، وده وارد. انت مش يعني ايه الشيف المغازي معاه مساعدين ومحضر واحنا هوا وكل الدنيا بتشوفنا، اما في مطبخك مقفول عليكي بقدر الامكان تكون حريصه في النظافه، واول باول تشيل الزفاره بتاعه السمك ايا كانت هي وتخليها في كيس جانبي وترميها لوحدها. الحاجات اللي انا بقولها جوه التفاصيل ديت مهمه جدا على فكره، عشان بعد ما نخلص كركبه السمك واكله السمك نحس ان احنا قاعدين في بيت ما فيهوش اي زفاره. حلو الكلام. ايه اللي انت عملته في الفاصل يا عم الشيف؟ معايا بطاطس في المقادير، في اطفال حلوين معدين على السفره، فاحنا عايزين نجذب الاطفال الحلوين لاكله سمك حلوه. وارد ان البوري يكون فيه شوك الحسك، هنعمل كفته النهارده ما فيهاش حسك ولا شوك. عامل لهم بطاطس على طريقه الخاصه، هنقدمها مع الصياديه في قلب الزيت بتتقلي، وهنشوف هنقدمها ازاي لحضراتكم. الرز المفلفل اللي انا بعمله، انا دايما لما بكون في رز مصري او رز ابيض بيطلع بيه جاهز عشان اوفر من الوقت. انا حبيت اعمل الرز مع حضراتكم النهارده على طريقتي، هيعجبكم ان شاء الله. حطيت معلقتين من الزيت، حطيت الورق اللورو والحبهان وعود روزماري، وقلبت كده الرز اهوت، واديله تقليبه لغايه لما يشرب شويه الزيت اللي انا حطيتهم مع البهارات. انا هنا بقى ايه زي ما قالت الست ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكا، يعني عندي شوربه متغذيه فيها فليفر السمك وفيها البوكي جارنيه والطعم الحلو، ليه استخدم مكسبات طعم ملهاش عوزه؟ مش عارف يعني، ممكن هي حلوه ممكن مش حلوه، مركونه مش مركونه، طريق صلاحيتها وهكذا. انا عندي اهو زي الفل، بحط شويه الملح بتوعي، وعندي الشوربه بتغلى على النار مع حاضر عيني. السمكه الكبيره دي للراجل الطيب اللي اتصل طبعا عشان نشتغل منها دي، نعمل منها اوبن بوفيه، نعمل منها صينيه بالبطاطس، نعمل منها كفته، نعمل منها بانيه، نعمل منها مشوي، واحنا شغالين مع بعض. العب يا سمك. الرز استوى الرز. خلص. انا حبيت احط الرز على النار كده عشان اكسب وقت. انا هتنى احط ميه يا فاروق لغايه لما تقول لي ارفع ايدك، انت مصري. هزه هزه هزه. بس خلاص. ايه عيار الرز يا عم الشيف؟ الشيف ليه مش بيكتب عيار؟ هو ده الكلام، ولازم اتكلم عن النقطه ديت. حلو قوي. دايما الرز المصري بالذات بتاعنا غني بالنشويات بالكربوهيدرات، انت لو غسلتيه وحطيتيه في ميه كده بتاذيه، لما تسلقيه هيعجن منك لو انت ست الشيفات كلها. الرز تغسليه تصفي ميته مباشره وتخليه على جنب زي ما كان معايا دلوقتي، تفلفليه على النار بمعلقه زيت، وعندك شوربه بتغلي، شوربه فراخ، شوربه كوارع، شوربه لحمه، شوربه سمك، ايا كان. تقلب الرز بيغلى، جيبه لي كده فرسان التلفزيون المصري. قواعد عمل اي نوع بسكويت عياره كالاتي: زبده طريه بدرجه حراره المطبخ، عيار الزبده قد عيار الدقيق، هتقلبيهم مع بعض وتفلفيهم. عايز البسكويت بالبرتقال هتجيبي بشره برتقال وشويه اسانس برتقال او عصير برتقانه، تعجني بهم العجينه، هو ده البسكويت بالبرتقال. هتحطي معلقه بيكنج باودر على الدقيق يا ست الكل وشويه فانيليا حلوين علشان تبقى البسكوته مقرمشه وناشفه وزي الفل. تمام تمام. نفتح الفرن، مخرجنا عايز يبص على الفرن، هو عايز يامن على نفسه على السمك. بص على السمك كده، ايه الجمال والحلاوه؟ بتغلي طبعا، لان انا نازل بشوربه بتغلي. ايه ده؟ بتتكلم مصري، والبوري من خير مزارعنا. هنقفل الفرن بتاعنا ونسيبها تكمل سواها. نرجع لمرجوعنا واخواننا البورسعيديه. ازاي نعمل الكفته البورسعيديه؟ شفنا مقاديرها، نبدا نشتغل فيها. هاخد شويه جمبري زي دول، اخليهم على البلانشه كده زي الفل، وناخد بقيه الجمبري ده كده، هنا الكبه معايا، وناخد الجمبري. شفنا المقادير بتاعت الكفته نشتغل فيها. يلا توم
توم طازة مع جمبري. الرز المصري بفلفل استوى. ده الرز بيقعد معايا نص ساعة مغازي وقصة، انا مفيش اهو غلوة تقليبة صغيرة كده، ما تحطلوش زبدة ولا أي حاجة، سيبيه زي ما هو. أول الرز ما تنشف ميته يا أختي يا أمي يا خالتي يا عمتي بمية مغلية، وطي النار تحت منه، يعني قصر النار أهو، عشان ناكل شوية رز حلوين مع سمكة الإيه؟ البوري اللي في الفرن، يلا. والبطاطس أخبارها إيه؟ فلة أهي. تمام. نكمل موضوع الكفتة. أنا عايزك وأنت في المطبخ تبقي زي كده، عينك على اللي في النار، عينك اللي في الفرن، وتشتغل وأنا شغال. هنبدأ هنا، فرمت التوم مع الجمبري مع الخضرة، كل دول مع بعض، حلو الكلام؟ هنبدأ نحط كده الكبة بتاعتي وأشغلها. حلو الكلام. نقلب تقليبه بالمعلقه. حلو. شفت انا عملت ايه؟ المخرج بيقول لي انت عملت ايه؟ قول لي. حطيت الجمبري، حطيت الخضره بتاعتي اهو، واقلب كده اهو، شايفه؟ تبدا الخضره تتخلط بالجمبري مع الرز المطحون بتاعنا. هتطحن الرز ازاي؟ دي التفاصيل بقى اللي تهمك. الرز بتغسليه، وبعد ما بتغسليه بتسيبيه نص ساعه، وفي قلب الكبه اللي بطحن فيها دي كده بتطحنيه في الكبه بعد ما تنشفيها كويس عشان ما يعجنش منك. شفتي؟ واقلب الكفته كده واشغل الكبه تاني. معايا جمبري تاني طبعا، دي هكسره بالسكينه دلوقتي. ونقلب. تاني. حلو. شفت ازاي؟ التوم بيتفرم مع البصل بالشكل ده كده. لازم تتاكدي ان كله اتفرم مع بعضه. نصيحه مني بقى، ما تحطيش اي توابل دلوقتي، بعد ما تطلعي العجينه الحلوه دي كده اللي هي بتجمع ما بين رز مطحون، جمبري، لحم بتشيل القشر منه طبعا، توم، بصل، والخضره بتاعتنا. تحطي التوابل، ايه توابلها؟ شوية كركم، شوية كمون، شوية كزبرة، شوية ملح، شوية فلفل، شوية شطة. انك وراها لغايه لما تبقى كلها حجم بشكل واحد. اعلمك علامه وتعرف ان كله اتخلط ازاي. سامحوني معلش صوت الكبه، بس انا والله العظيم حابب اعملها مع حضراتكم كده، علشان في مشكله بتحصل هنا، ان احنا لما بنيجي نحمر الكفته دي يا مغازي بتفك مننا في الزيت، بتلاقي الجمبري طالع يجري والرز في قلب الزيت، سقط في قلب الزيت لانه وزنه تقيل، فده مهم جدا. هضرب الكبه كده بس عشان دي ضربه اخيره. شفت الخليط؟ نجيبه للساده المشاهدين. بص اهي اهي اهي، دي لازم تنعم. اهي اهي اهي، شفت؟ اهي اهي اهي، لسه تنعم كمان. بيسالوني في الكنترول، ينفع ننزلها على مفرمه؟ لا، دي تتفرم في الكبه، ما تنزلش على مفرمه اللحمه المفرومه. لان الجمبري ما يستحملش. نفس القصه. ايه رايكم انا اشغل الكبه ونطلع فاصل ونرجع نشوفها بعد الفاصل؟ معايا؟ هطلع فاصل علشان صوت الكبه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. والكفته البورسعيدي، سمك صياديه، رز مفلفل، عصير كانتالوب بالنعناع، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للكفته الجمبري البورسعيديه. ما سمعتش تليفوني يعني من بورسعيد، مع ان انتوا بتحبوني يعني. انا نزلت مره بورسعيد، ليا شعبيه كبيره قوي للتلفزيون المصري طبعا، سبب شهرتي للامانه كمان. يلا اتصال من السويس دلوقتي، جانا من السويس حبايبي. شايفين الكفته باللون الاخضر دي؟ بنت عم الكفته الجملي اللي هي اللحمه الجملي مع الرز. الفرق بين الاثنين ان احنا دلوقتي هنفرم الجمبري ده بالسكينه كده سريعا تحت ايدي كده، واحده واحده، سكينه حاميه، ويبان كده فيها الجمبري والخير ان احنا ايه صارفين. ده مهم جدا. هتقولي لي عندي جمبري قش، قشريه، شيلي عرق الرمله وتقطعيه، خدي نص الكميه وفرميها مع الرز زي ما انا عملت، والنص التاني بالسكينه كده سكينه حاميه تحت ايدك كده وهو تعوري ايدك حاضر يا غالي. عايز يشوف الصياديه، هطلعها حالا دلوقتي. البطاطس اللي معانا دي طلعناها من الزيت. عندي شويه صياديه من اللي انا حطيتهم على السمك، سبتهم على النار لما يسبكوا، وخدت منهم شويه وغرفت البطاطس الحلوه وزينتها بايه بالخلطه بتاعه الصياديه. اصبح ان الاطفال هنا لهم طبق اللي بيحب البطاطس مع السمك طب ينفع ان احنا نحط سمك بطاطس مع السمك اللي في الفرن؟ ينفع. ناخد الجمبري ده كده ينزل على الكفته، حلو قوي. نشيل ده كده، ملهاش عوزه. ايه توابلك يا عم الشيف في الكفته دي واحنا مع بعض كده؟ عد على ايدك خمسه: ملح، فلفل، كمون، كزبره، شطه، غير كده ما تحطيش. شويه كركم يلا، اللهم صل على النبي. ادي الشطه، دي مش شطه قوي يعني عشان برضو ايه نبقى احنا صريحين صراحه مع حضراتكم كده. دي الفلفله الحلوه، فلفل اسود ملح، وازود شويه فلفل كمان وشويه ملح كمان، ونرفع كل ده مع بعض. نحط شويه كمون يا عم الشيف تاخد شويه كمون. الزيت بيسخن يا عم الشيف، بيسخن يا عم الشيف. نجيب بوله فيها شويه ميه يا عم الشيف، ليه هنقول دلوقتي مع بعض ونقلب الخلطه دي كده مع بعض. اللهم صل على النبي. فيها جمبري نعم يا غالي. سؤال من الكنترول: ينفع نعملها بالسبيط؟ ينفع، بس الفرق بين الجمبري والسبيط، الجمبري سبحان الله فيه ماده جيلاتينيه بتلعب دور البطوله في عمل الكفته دي بالذات مع الرز. اما لو عملناها بالسبيط او بالكاليماري يا ست الكل، يفضل انك تحط بدل الرز، او لو عملتها بالرز حط بيض او بقسماط مع الخلطه بتاعه السبيط. العجينه معايا زي الفل. المسقعه علشان ما يبقاش فيها زيت يا حاجه، ناخد البتنجان نقطعه شرايح ونحطه في الفرن مع رشه زيت صغيره ورشه كمون، وندخله الفرن. هو هيتحمر لوحده. بنكون مجهزين الطماطم المتسبكه، ما بتحبش الزيت الطماطم تتسبك لا زيت ولا زبده ولا اي حاجه، بصلايه تفرمها مع الطماطم وتاخده غلوه على النار مع شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون، وبعد كده ترص البتنجان في قلب الكاسروله وتقدميها مسقعه زي الفل. هناخد يا عم الشيف الكفته دي كده ونقف جنب الزيت ونشتغل في الايه في التحمير. زمان الله يرحمك ياما، والله العظيم كانت لما تيجي تعمل الكفته الجملي دي تقفل على نفسها المطبخ. ليه قافله المطبخ يا حاجه؟ وما كانش مطبخ يعني، ما كانش في مطبخ كده يعني تهليز يعني ليه؟ علشان كان اللي يتحمر كنت انا اكله. فتقول لك احمد اللي بيتحمر بياكل، طب انا اقدم لابوه ايه؟ فكانت تقفل المطبخ عشان ما حدش يخش عليها. احط ايدي في الميه كده والزيت بيسخن ليه حاطط ايدك في الميه؟ المفروض ان الكفته دي تتحط في الثلاجه عشان اخواننا البورسعيديه اللي بيشوفوني دلوقتي، بعد ما تتصبح تتحط في الثلاجه تقريبا نص ساعه او ساعه زمن. ليه يا عم الشيف؟ عشان الرز يتعرف على الجمبري. ايدك في الميه وتحمري، ايدك في الميه وتحمري، قولي ورايا تضحكي والله العظيم لولا شويه الميه دول ايدك هتتكعبل في الكفته. ايدك في الميه وتحمري، ما تحطيش واحد على التاني عشان ما تلزقش. ايدك في الميه وتحمري ناخد بعضينا ونشوف اللي في الفرن عشان ما ننضربش. ويقول لك فين الاكل يا شيف؟ صل على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. صياديه جنب البطاطس
وهنغرف شويه الرز دلوقتي اللي هيقولوا ان الاكله دي ايه؟ مصريه. يا نعم، ايه الجمال والحلاوه دي؟ صلي على الحبيب، اللهم صل على النبي. شويه الرز المفلفلين واخدين من طعم السمك، ايه الجمال والحلاوه دي؟ هتسيب السمك وتاكل الرز، لان الرز ده معمول بشوربه السمك. ايه الحاجات اللي في الرز دي؟ ورق لورا، عود روزماري، حبهان، قرنفل. نقوم ناكل الرز يبقى له طعم. وكل كوم يا ابو غازي، وروس السمك اللي انت غاليتها في الميه مع البوكي جرني ده كوم. الف هنا وشفا. معانا عصير نعمله؟ طب نبص على الاول على كفته الاخبار ايه؟ نبص كده، صلي على الحبيب. يلا يلا، مش هنزلها الزيت غير لما تصلي على الحبيب، هو ده. نزلها تاني، نعمل عصير مع بعض. عصير الكنتالوب مقاديره على الشاشه في دقائق معدوده هيطلع معانا ان شاء الله. عدل الاكله السمك البيتي ديت، ايه هي؟ كنتالوبايه، ليمون، اللهم صل على النبي، كنتالوب وليمون، ونغير الكلفز ده علشان ريحه الجمبري. حلو، ونحط الكنتالوب مع السكر مع الليمون مع النعناع، ودور يا خلاط، اللهم صل على النبي. ما تجيبش اللي على الارض، انت حبيبي، هاكلك كفته النهارده. حلو، نضرب الخلاط بتاعنا، ماء مسلج. حلو قوي، ماء مسلج معانا، ماء مسلج. عينيا يا فندم. حلو، عود نعناع. خلي بالك لما تيجي تعملها عصير ليمون بالنعناع، حذاري، اكتبها على باب التلاجة، تحط العرق بتاع النعناع، هتشرب المرار من النعناع. ليه؟ عرق النعناع مر، ابعد عنه. يلا كفتة. يلا حلو، شايفين الكفته مع الجرجير؟ ايه الجمال والحلاوه؟ البورسعيديه دايما يغرفوا كفته الجمبري مع الجرجير، صباع الكفته بيتكلم بورسعيدي من ايد المغازي. اللهم صل على النبي. ايه اللي خلاها هشه كده يا مغازي؟ شويه البيكن باودر اللي انا حاططها. صل على الحبيب، هنا مكانها؟ هنا مكانها. حلوة، عينيا عينيا. ايه اللي انت عملته النهارده يا شيف ده؟ اتفضلوا معانا العصير. عملنا النهارده صياديه البوري من خير مزارعنا، وشفنا التكنيك العالي لعمل صينيه سمك بوري بالصياديه. عملنا كفته الجمبري من المطبخ البورسعيدي، ويا رب تعجب اخواننا البورسعيديه، وخاصه الامهات البورسعيديه اللي بوجه لهم تحيه كبيره من ماسبيرو القناه الاولى. وعملنا شوية بطاطس حلوين للأطفال الحلوين اللي ممكن يعترضوا على السمك، يلاقوا بطاطس حلوة وما بيحبوها. وعدل الأكل شوية رز مصري حلوين متكلموا مصري من إيد المغازي. والعصير بتاعنا كنتالوب بالنعناع والليمون يساعد على الهضم. كل عام وحضراتكم بخير، داخل علينا الشهر الكريم. عايز أطمن حضراتكم معانا فريق عمل قوي جدا، كل يوم اجتماعات علشان نطلع بشكل يليق بالقناة الأولى كالعادة من التلفزيون المصري من ماسبيرو، علشان في رمضان ان شاء الله لنا مفاجآت. اوعى تروحوا بعيد، وانا خلصت رؤية فند ابداع كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية. من هنا يا شيف؟ من ماسبيرو.